سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتوما مزيان اليوم ان شاء الله. جايين غدا ان شاء الله البنات، جايين عندي واحد الضياف، وقلت نوريكم التحضيرات اللي غادي ندير. المهم كما كتشوفوا انا جمعت الصاله مزيان، وحطيت الماء اللي غادي نحتاج حطيتهم فوق الطبله ديال الصاله، نيت حيت اصلا ان شاء الله غنجلسوا هنا. وكما كتشوفوا البنات، ها هما الكيسان ديال العصير حطيتهم، وهذوك الكيسان اللي هي كيبانوا ليكم ديال اتاي غندير فيهم الحليب، خلاص الزلايف الحريره، ومهم هذا الشيء اللي غادي الطباس اللي غنحتاج. وانا البنات بما انهم بناتي هرسوا لي واحد التفصيل ديال الكيكه، كيجي هكا عالي شويه. شوفوا شنو درت، حطيت بحال هاد الزلافه هذه حطيتها، وحطيت فوق منها التبصيل. يعني انا غندير جوج ديال الكيكات، غنحط وحده هكا هنايا وحده ان شاء الله من الجهه الاخرى. قلت نوريكم هاد الطريقه، انتم شوفوها البنات. قلبت هاد الزليفه هادي على، وحطيت التبصيل بحال هكا، راه راسي صافي. هادشي اللي كاين، المهم هادشي اللي وجد دابا. غدا ان شاء الله، وحكا البنات نسيت ما قلت لكمش، البريواش والبسيطلات والسيكر عندي في الكونجيلاتور محطوطين، وغدا ان شاء الله غادي نطحن العصير هو الاول، نحيدو عليا باش يبرد، نحطو في الثلاجه باش يبرد وصافي. هادشي اللي كاين، وداكشي اللي قسم الله غادي نوجدو ان شاء الله غدا. وهانتوما معايا، صباح الخير البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتو مليان؟ هذا الكمال ديال الفيديو ديال البارح. كما قلت لكم غادي يجيو لعندي الضياف، المهم هادي 11 ديال الصباح. باقي انا يلا فقت واحد شويه، فقت من ديك زويه 9:30. وكما شفتوا اليوم راه الحد بعدا. قلت لكم اول حاجه غادي نبدا بها هي العصير. غادي ندير البنات العصير ديال الليمون، وغادي نعاون بهذاك العصير كان بقى عندي. غادي باقي مزيان، يعني ما مفيتش فيه التاريخ، كاين غير في الثلاجه، قلت نعاون به. غادي نعصر الليمون، وغادي نزيد مع هذاك العصير، وغادي ندير فيه البنان والخوخ والفريز راوي كان عندي في الكونجيلاتور. غادي نطحنهم ونخليكم دابا تنعاود نرجع لكم. كما شفتوا البنات، ها هو العصير ديالي بعد ما طحنته. هي عصرت هي الليمون وحطيت فيه داك الديسير. قلت البنات غادي نحطو في الثلاجه، نحطو في الثلاجه على ودي داك الفريز، غادي يخسر لي المونيكس مع باقي مكونجلي، نخليه حتى يطلق وهاد نطحنو. وخديت البنات هنايا غير الليمون بوحدو بلا داك العصير. عصرت ليمون، خديت جوج كيسان من هاد الكاسه هذا، خديت جوج، قلت غادي ندير بهم واحد ليطر، طرفيت لي شاركتهم معاكم. المهم تن طيبه، ما غاديش نوريكم المقادير، ولكن غادي نخليها لكم لتحت الا بغيتو تصايبوها. كتذوق بالديسير نيت، ولكن انا مازال ما عنديش الفريزر نخرج نجيبه. المهم انا حطيت هادشي في الثلاجه، وغادي نخرج نتسخر ونعاود نرجع لكم. مشيت البنات تسخرت وجيت، ها هما جبت داكشي اللي خصني. المهم جبت هنايا 3 ديال دانون، 4 ديال فلون ديال فاني، والفريز اللي كان ناقصني على حساب ليطار. دابا غادي نبدل عليا حوايجي، وغادي ندخل للكوزينه نقاد هذوك ليطار، هذوك الكيكات، ندير الكيكه هي الاولى نطيبها، وهاد نقاد لا كريب باتيسري وداكشي اللي نحتاج. ها هما البنات الكيكات ديالي خدمتو، دابا غادي ندخلهم يطيبو ونعاود نوريكم كيفاش غادي نمونطيهم. غاديش نمونطيهم في هاد المولات، غادي نمونطيهم في داك المول ديال القراصه باش يجيني داكشي باين، يجوني هكا باش نحيد لهم داك المول ونحطهم في الطبسيله هكاك باينين. ها هي البنات لاطارت ديالي وجدات، هادي راه الثانيه الاولى خشيتها في الكونجيلاتور. هادي درت فيها الفريز والبنان والكيوي، الاخرى درت فيها التفاح والبنان والكيوي. غادي ندخلها في الكونجيلاتور تبرد، وغادي نمشي نقاد المخامر ديالي، وغادي نوجد الطبله. وانتم معايا، ها هما البنات المخامر ديالي دابا كيطيبوا، وعندي البنات العمرانه نوريها لك. ها هما البنات المخامر ديالي دابا عمرتهم، باقي ليا نزيد الطبصيل الثاني بحال هذا ونحطهم في الطبله. وكما شفتوا البنات، انا بديت هنايا كنوجد الطبله ديال الفطور، بقى البنات تقريبا ساعه، باقى ساعه. المهم هانتوما هو العصير، هنا حطيت صفوف التمر، هاد الطبصيل اللي باقي هنايا باقي فيه الشباكيه، وهاديك الزليفه غنحط فيها وحده اخرى بحال هادي، الاخرى وقيله غير الضال هيه، وهادي غنحطها هنايا باش وحده تجي اون فورس مع وحده.
ماشي هكا العكس. المهم هادي غنكحز عليه وتجي وحده هكا وحده هكا صافي. وغادي نحط هذا البريوات والبسيطلات ولي سيكار، غادي نخليهم حتى يقرب يدا المغرب باش ندخلهم الفران يطيبو شي يكونوا سخونين. باقي ليا الرغايف حتى همايا راني كنطيب فيهم صافي، ما بقى لي تقريبا والو. المهم من قد الطبله ونعاود نوري عليكم كامل. نسيت البنات ما قلت لكم جاي عندي حياه بيو وانيتا فاين وشنو باقي ليا. المهم هادو هما الضياف اللي جايين عندي، مرحبا بهم، مرحبا بهم والف مرحبا. وصافي هنا باقي ليا هاد الكويس، غادي نطيب واحد الطبيصل تيقربوا يجيو نخوي الحليب والعصير. هذا هو الشكل ديال الطبله ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا. وإلا عجبكم هاد الفيديو هذا ما تنساوش تدعموني باللي لايك وتابوناو في لاشين. وهنايا صافي حياته الي قضايا مشاو. سلامة صحة وعلى خير، وشكرا على الوجه. سلامة صحة وعلى خير، سلامة.